تعاود الغيوم كرتها إلى السماء لتنذر بحلول فصل الشتاء، فصل لطالما استبشر به السوريون خيره، ولكن في الماضي طبعا. اليوم أصبح الشتاء نذير شؤم وبؤس وشقاء، في ظل الحرب المستعرة وعيش العراء وغلاء فاحش في أسعار المحروقات. أسعار المازوت غالي، بيع ما في، كل شيء غالي. العالم الله يكون بعونا، الله يكون بعون العباد، الله يفرج علينا يا حبيب محمد. بيع ما في، لأن المازوت 150 ورا البر 130 ألف، إيش المواطن اللي يشتري بيجي التفاح؟ كثرت في الآونة الأخيرة مثل هذه اللافتات في الشوارع السورية، وانتشرت أيضا أحجام مختلفة من أوزان المبيعات. يشكو البائعون من قلة في الطلب وشراء كميات قليلة بسبب الفقر الشديد وارتفاع الأسعار بشكل لا يحتمل، إضافة إلى خطورة الطريق في جلب المحروقات إلى هذه البلاد. 6 ساعات طريق سفر ورجع 6 سفر، خطورة الطيارة وخطورة الحرامية وطعين الطرق. نجي لهون نجيب المازوت، طلب قليل، ما عم بيع غير باللتر لترين، و المازوت غالي وكميات قليلة عم تصير علينا. كنا نبيع أولي 100 لتر بالنهار، هلا ما عم بيع غير 50 لتر 20 لتر. يحاول السوري جاهدا الحصول على مصدر من مصادر الدفء، علّه يقيه ويقي أطفاله برد هذا الشتاء القارس، ويحمل أيضا معه جزءا من معاناتهم الأليمة. إذا فصل الشتاء على الأبواب، بنظر كل سوري عين على الحدث ويد على الزناد وقلب على المأساة. ماجد عبد النور، شبكة شام الإخبارية، حلب.